بتكونوا بخير ورجعنا لكم فيديو جديد فيديو النهارده يا جدعان هيبقى مع شخص جديد في القناه ما اعتقد ما حدش يعرفه نهائي خالص. الشخص اللي هيعمل معاه تحدي النهارده اسمه محمد. هو ده الله بالله يا جدعان هيعمل معاه تحدي السماعات. السماعات طبعا اكيد عارفين كله يا جدعان كله عارف ان ما حدش يعرف تحدي السماعات. كلنا عارفينه زمان قديم قوي. فكره الفيديو باختصار يا محمد انا لعبه طوبه عرب هاست تمام وهنشوف انا لو كسبته هو اللي هيكسب السماعات وانا هقول له جمله شعبيه او اي جمله بس مش اجنبيه وهو علينا انه يحذرها والصوت عالي قوي يعني وهو لازم يحذر الجمله دي ايه تمام. يلا نبدا الفيديو. يلا محمد انت دلوقتي ورا مقص طوبه ورا مقص. كسبته. ده انا هخرم لك ودنك ليه. ورني كده يا زميلي بس عشان اتاكد بس. سامع حاجه؟ سامع حاجه؟ ايه؟ ارزق. تقول ايش؟ لا لا حاجه حد سامعها. سامع حاجه؟ ورك بيضا. ما انت سمعت ازاي وانا بقول لك كده؟ ما انا قول السؤال تاني. شغال ابن المحظوظ اغنية بابجي. يلا مخدة. ايه ده يرجع كده. مخدة مش عارف. مخدة مساجة يا ابن حودة. مخدة قول اي حاجة فيه ممكن تيجي. مخدة ايه مش عارف. ما تهدى كمل. بتقول ايه طيب؟ مش عارف دي مصلحتي. بتقول ايه؟ مخدة. ايه؟ مخدة؟ صح. 1-0 ليه يا جدعان. انا والله ما عارف اقول ايه. يلا كنبة. الباب كنبة. كريم ليك محاولة. كنبة. كلم يلا. العب يلا. العب يلا. العب يلا. كنبة. كنبة. كريب. لا كمل لسه ما لحقتش. يا عم كنبة. كنبة. قلمي. كلبي. ايوه قرب. كنبة. كلبي. كاف اولها كاف. كنبة. كلبك. كلبي. كنبة. كنبة. كفنة. كنبة. ايوه قرب. كنبة. كده بس عايز اسئلة. اعمل لك كنبة. كلبك. واحد 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 يعني. لسه. ارزع افتح انتعي قلت صوتك. ارزع امنع. لا ارزع ارخى. صح ارجعتني. اشتركوا. عصير ليمون. هيشتركوا. ها يشتركوا. هيشتركوا. ارسم افتح احصر. ح يشتركوا. اشي حجزع. اشي. لا هيشتركوا. ح ايوه حارس. هيشتركوا. هيشتركوا. اشتركوا بقى. كده كام كده؟ بس اعملوا سبسكرايب يا جدعان بالله عليكم والله العظيم من اتعب والله. انا في اولى ثانوي سايب الاجازه كلها وجاي اعمل لكم في ايام الدراسه. غبي اقسم بالله غبي. يبقى كده 2-2. في عقاب. في عقاب. جت مصلحتي والله العظيم. في عقاب. ايه؟ في عقاب. والله العظيم يا جدعان جت مصلحتي. في عقاب. ماليش والله ماليش دعوه. اخر الاغنيه. السلام عليكم. بص يا حيوان. يا خشاش في الناس حاططها يا جدعان على الطرف كده عشان يسمع الحيوان. الحيوان ايه اللي قالك بالنسبالك؟ السلام عليكم. لا ايه ده بقى؟ طرحه.
لا يا حبيبي الحق الجوز كده. طرحة لا ما انت علي وتصدق طرحة اخر كلمة جه علي ايه طرحة اشتراك لا طرحة اشتراك انا اشتراك طرحة ايه طرحة مش شتيمة يا طرحة طرحة اخر كلمة ليك كده 3-2 لو جبت لو يا رب لو جبتها اكسب فانوس فلوس صح فوطة نور فوطة نقطة فوطة صح يا بيبي في كل مش تافهه جدا والله شو مريح عيط تافهه جدا كله بالحديد الواحد تافهه جدا لا كله عقابي ما عشان كده عملت حسابي وجبت سماي وسحب عشان انت بقيت تزود الحرقان بص بص طب كل انت غبي بتزود كده مش شطشطه ولا يعني بيموت مش عارف كله ليه كان هيعمل اكبر بالراحه سامع بس ايه ده يا عيال يا جدعان والله صعبان عليا بس هاكل بتاع برضه انا دي قبل انت ماليش دعوه انا لسه ده اول قطمه بيعمل لك ايه جر التافه قلت ايه مش حرقان سهلة مية ليه؟ ادينا حمام هتعمل ايه؟ ادينا حمام ليه؟ جدعان ولا مات بجد اقسم بالله العظيم ولا مات مش مات يعني مات بجد الولا بوليته مرة واحدة يعني يجي وشه ده والولا بيضاني قوي يعني بس ما شاء الله الولا يعني قلب الدم وشه قلب دم وما كانش غير حته واحده بيقول لي سهله مش ميه كمان والله العظيم يا جعان ما فكرتش كده خالص افتكرتها فعلا سهله وكده زي ده لما كانت تحت الاكل قعدت اعمل ازاي كنا فعلا الفلفل ده حرق جدا انا والله انا نتي انا شرير يا لو بسم الله الولد مره واحده قام مره واحده كده وكان عايز يديله لقمه كانه ستروكس والله العظيم كانه ستروكس بيقول لي انا عايز اروح الحمام وانا باصص له كده قلت له ايه عايز اروح الحمام ايه عايز اروح الحمام ليه عايز اروح الحمام الولد علق على كده عايز اروح الحمام هو دلوقتي في الحمام مش سامعني هو دلوقتي في الحمام ليه عمال يرجع وبيجيب من كله لو شكله منظره صعب قوي خلاص هنقفل الفيديو حرام ولا هم على فكره قد لا اخر قطمه زاح لا انزاح اخر قطمه طب انت ايه صاحب الحمام احكي له الجمهور عملنا توف بجد والله ده مع ولا حصل اي حاجه صح؟ يلا اخر قطمه انت كاتبه ايه؟ مفيش حمام مفيش غير ميه اخر قطمه منين؟ القطمه دي من هنا ده هقول لك لغايه فين؟ لغايه هنا لا اهي ايه القطمه دي؟ اهو يلا كل اهو صوبي على القطمه فين؟ صوبي محسوب والله اهو اتفضل اهو اصبر اهو كل بقى ما يلا يا ابني كل بس خلاص قطمته خلاص اقطم كله يا عيني يا ابني الحمد لله ايه مش حلق الحمد لله مش حلق بجد والله كل الحمد لله بجد مش حلق والله خد القطمة كمان لا هو القرآن أبدا ده مش حراق؟ طب اعمل لسانك بس لسانك
لسانك اتحرق صح؟ حرقت اول ما اكلته اول ما اكلته ما كانش فيه، دلوقتي فيه صح؟ مش قوي يعني. مش مالها لا لا انت قلت حتى دي لا والله من ايه مالها خلاص يا ولا والله صعب عليا. وسع كده يا عم ساج لايف وسع كده. كلاس انتبهوا لكم فيديو يا جماعه. اتمنى 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 تفجروا الفيديو ده لايك وبنزل الورق اللي تعب اللي مات. ايه ايه في ايه؟ اعمل فكره لا اعملوا لايكاتك يا عم صدقوش ولا والله عادي اللي عم سيد يا جدعان يا جدعان والله العظيم اعطوني رساله شكر على اليوتيوب عشان جبت زدت 15 مشترك في اخر اسبوع والله يعني انا بحمد ربنا. اعملوا لايك اعملوا لايك خلينا نوصل الفيديو ده كام لايك يا عم لايك وصل الفيديو كام لايك 20 لايك 20 لايك 20 لايك. امتى بقى نقول انت بقى نقول 20000 او 2000 ان شاء الله هنجيبها مع الاستمرار بتاعنا. سلام.